لكل إنسان حكاية، وغالبا تكون الحكاية حكاية حب، والحب ألوان. ألوان من الحب. ليلى طاهر، عثمان محمد علي. تاليف احمد عبد الفضيل. اخراج هنادي محمود. اصل الحكاية قصة حب. مكان القصة باريس. الزمان سنة 1655 ميلادية. أرأيت هذا الرجل ذا الأنف الطويل الذي يسكن بجوارنا يا مدلين؟ نعم، يقولون إنه شاعر وأديب كبير. أنا لم أقرأ له. له أنف غريب يذكرني بطائر البجعة. إنه يحاول بكل الطرق أن يداري ولكن لا فائدة. إنه ينظر إلي نظرات غريبة. ماذا؟ نظرات غريبة؟ أحس فيها بشيء غريب، شيء يشده إلي وينفرني منه. هل يحبك؟ قولي إنه معجب بي فقط. يا له من رجل لئيم. هل عرفت اسمه؟ سمعتهم ينادونه سافينيا. سافينيا دي سيرانو. مادلين. من؟ سيرانو. الشاعر الأديب الكبير. مادلين، ماذا تريد يا سيدي؟ هل أستطيع أن أحادثك؟ لقد قرأت قصائدك التي أرسلتها لي. وهل أعجبتك؟ نعم، ففيها حس مرهف وخيال علمي خصب. مادلين، هذا إطراء رائع. إن رواياتك كلها تعجبني. وأنا؟ أنت؟ أنت أيضا تعجبني. الإعجاب فقط؟ وماذا تريد أكثر من هذا؟ الحب. الحب؟ ولكن هذا شيء بعيد المنال. أنا أعرف، هذا الأنف اللعين، هذا الأنف الذي يشوه وجهي ويجعلني محلا لسخرية النساء، هذا الأنف الطويل العريض المعقوف الذي يخيفك ويجعلك تنظرين إلي بعين العطف لا الحب. سيرانو، اعذرني، فأنا ما زلت أحب زوجي. ولكن زوجك مات. وما زلت باقية على ذكره. وأنا أرجوك لا تفسر شفقتي عليك وعطفي بأنه حب. أنا لم أحبك ولن. شكرا يا مادلين، سأرضى بعزلتي وسأدفن أحزاني بعيدا عنك، وأهرب بهذا الأنف اللعين بعيدا عن عيون الناس. الوداع يا مادلين. حتى متى سأظل أخلط بين الوهم والحقيقة؟ حتى متى يخيل لي أن وهمي حقيقة واقعة وواقعي وهم من الأوهام؟ أنا لست أهلا للحب، ليس في ما يغري مادلين ويعجبها.
كل ما في أنف بشع لعين. إن براعتي في كتابة الشعر والروايات لا تكفي لإثارة الحب. إذن ماذا يثيره؟ ماذا يجعله واقعا لا خيالا؟ مادلين، مادلين، أيتها المرأة التي ملكت علي فؤادي، أين أنت؟ سيرانو. مادلين. سيرانو. مادلين، إني أراك أمامي بثوبك الفضفاض، وأنت تمسكين بزهرة متفتحة حمراء. لمن هذه الزهرة يا مادلين؟ لك يا سيرانو، لك وحدك، عنوانا لحبي وإخلاصي. أنا؟ أنا يا مادلين؟ مادلين، حقا تحبينني؟ نعم يا حبيبي، نعم. وأنفي؟ إنه سر جاذبيتك، إنه كالنبقة الصغيرة التي تسحر الألباب وتحير القلوب. مادلين، مادلين، اقتربي مني حتى أسمع نبض الحب وأشم عبير الإخلاص. دعيني، دعيني أرى نفسي فيك وفي عينيك. مادلين، ها؟ ها؟ أين أنت؟ أين أنت؟ لقد تبدد الوهم، تبدد الوهم، وأصبحت الغرفة خالية، خالية. مادلين، مادلين. من أنت؟ مادلين، لماذا تركتني؟ لماذا تركتك؟ أنا لم أرك حتى أتركك. ألم تزوريني في بيتي بالأمس؟ أنا؟ لقد رأيتك في ثوبك الفضفاض وفي يدك زهرة متفتحة حمراء. أنا؟ إنك تخرف. أحلام، أضغاث أحلام. مادلين، أبعد عنك خيالاتك وعش في الواقع. انظر في المرآة يا ذا الأنف البشع. مادلين، انقذوني من هذا الأنف اللعين، انقذوني من هذا الأنف الحقير، انقذوني من سيرانو. أسمع كأن أحدا يناديني. من؟ سيرانو. مادلين. سيرانو، يا ذا الأنف الجميل الرقيق، لا تحزن، فمادلين تحبك. مادلين، حبيبتي، حبيبتي مادلين، حبيبتي. لقد ذهبت، ذهبت. أين أنت؟ أين أنت؟ الغرفة خالية. مادلين، 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 مادلين. واختلط عليه الواقع بالخيال، وجن الأديب الشعر، وتناول الأدباء قصته، فرفعه الشاعر إدموند روستا إلى أوج المجد في مسرحيته التي تسمى سيرانو دي بيرجراك. عاش مهملا مكروها منبوذا، وعندما جن ومات خلده الشعراء في رواياتهم. لنا لقاء مع حكاية أخرى. ألوان من الحب.
تقديم إيمان محسن، سمير فتحي. مع تحيات أحمد عبد الفضيل، هنادي محمود.